هذا واختتم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة زياراته بمركز رضا لفنون القتال المختلطة، فقد أبدأ سموه إعجابه بالصالة وما تضمه من تجهيزات تخدم المنتخبات البحرينية وتساهم في تطوير قدراتهم قبل خوض البطولات الخارجية، مثمنا سموه دور الكابتن رضا منفردي وحضوره الدائم ودعمه للاعبي المنتخبات. وناقش سموه مع منفردي الطرق الصحيحة من عن كيفية الاستفادة من اللاعبين البحرينيين وإشراك أعضاء النادي في لعبة فنون القتال المختلطة والمساهمة في تزويد المنتخبات بلاعبين بارزين يدعمون مسيرة التطور الرياضي في المملكة لتحقيق أبرز النتائج في البطولات الإقليمية والدولية. كما حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مشاركة أعضاء النادي تمارينهم، فقد بدأ سموه تمارينه مع البطل علي منفردي لاعب منتخب البحرين للجوجيتسو، واختتم التمارين بالإطالة مع الكابتن رضا منفردي، مشيدا سموه بوجود مجموعة من اللاعبين البحرينيين في ألعاب الدفاع عن النفس وفنون القتال المختلطة. من جهته أعرب رضا منفردي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه المتواصل وإبرازه لمواهب وإمكانيات الشباب البحريني عبر احتضانه للعديد من المواهب وصقلهم بإعطائهم فرصة لتقديم ما لديهم، مؤكدا أن سموه ترك بصمة واضحة برفع اسم مملكة البحرين وتحقيقها للعديد من الإنجازات واحتضان أكبر الفعاليات العالمية، معربا عن فخره واعتزازه بمشاركة سموه تمارين أعضاء النادي.